السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير. اليوم غادي نديرو واحد لا روسيت سهله بزاف، تليق اكونبانيمون في الغداء مع شي بلا ديال اللحم او الحوت او شي حاجه، اولا بوغ ديني اللي يكون ليجير خفيف وزوين سهل، وهي غراتان ديال البنجال اللي ما فيه لا لحم لا دجاج لا حتى شي حاجه، ساهل ولذيذ بزاف. هنا غادي نحتاج بنجال، انا هنا قطعته ودرته في الماء بالملحه باش ما يكحلش ليا. انا هنا مقطع عندي بهذا الشكل لان كما كتشوفوا عندي تبارك الله دنجاله عظيمه كبيره مدوره، دونك نتوما غتاخذوا الدنجال تقطعوه دائري عادي. عندي هنا مطيشه محكوكه، عندي واحد الكميه كبيره شويه، واحد 5 مطيشات ولا 4 كبارين. عندي هنايا العطريه اللي غنستعمل، عندي الثومه واحد 4 ديال الضروس محكوكين، عندي البابريكا تحميره، عندي الملحه، الكمون، وعندي هنايا معدنوس مقطع رقيق، زيت الزيتون بطبيعه الحال، وعندي هنايا فرماج. انا هنا درت فرماج مخلط، فرماج حمر مع فرماج بارميزون، هي الوصفه الاصليه كدار غير بالبارميزون، ولكن اللي بغى يخلط يخلط، اللي بغى يدير غير الفرماج حمر ممكن انه يدير. ندوزو مباشره لطريقه التحضير. اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نصفي هذا الدنجال من الماء، وغادي ندير ليه زيت الزيتون باش كلشي هذاك الدنجال يتدهن مزيان بزيت الزيتون، حيت انا ما غاديش نقليه بيان سور، باش يجي هذا الشيء خفيف وصحي اكثر ما يمكن. انا غادي ندهنو مزيان بزيت الزيتون، وغادي ندير ليه الملحه، هو ديجا داك الماء اللي كان فيه ملح نديرو هذا الحساب. غادي نحاول ندوز الدنجالات كلهم في زيت الزيتون، ومن بعد ملي هذاك الدنجال كاملو كتدخلو الزيت غير شويه ماشي بزاف، كنجيب واحد المقله ما كتلصقش، نديرها تسخن مزيان، وكنبدا كنحط الدنجالات باش يطيبوا ليا مزيان بلا ما يكونوا شاربين ليا الزيت لا والو. اللي بغى يدير هذه العمليه في الفران ممكن انه يديرها في الفران. دونك غادي نبدا كندير الدنجال بحال هكا، وكل مره غادي نبدا كنقلبوا حتى يطيب على الجوايه بجوج، ونكمل الكميه كامله اللي عندي. كنبقى مستمره على هذه الطريقه وانا كنقلب الدنجال حتى يتحمر ليا من الجوايه بجوج. غادي نحتفظ به على جنب، وغادي نوجد دابا لاصوص طوماط. كندير كنشعل البوطو، كندير مطيشه ديالي، كندير على شويه ديال زيت الزيتون، كندير الثومه كاملها، الملحه نديرو بحساب راه الفرماج ملح والدنجال درنا فيه ديجا الملحه، الكمون، التحميره والمعدنوس. كنطيبو مطيشه ديالنا على عافيه مهيله وما نخليوهاش حتى تنشف، حنا ما بغيتش لاصوص ديالي تولي ناشفه، غادي نخليها شويه فيها الماء بحال لاصوص ديال لي لازاني باش ما يجيش الكراتان ناشف، حيت هي باش غادي يطيب لينا، حيت هي غتطلق الماء ديالها في الفران وغادي يطيب لنا بها الدنجال. هنا كنخليوها طيب على خاطرها، وغادي نصايبو الدنجال مع لاصوص في المول. لاصوص ديالي ملي كطيب ها هي كيفاش كتجي، كما قلت لكم ما كنخليهاش حتى كتشحت، كنخلي فيها شويه ديال الماء باش فاش نديرها في المول ما يلصقش لينا والدنجال يطيب، زعما الكراتان يطيب على خاطرو حتى كينشف عاد كنحيدو من الفران. الدنجال حتى هو ها هو، نتوما الا عندكم الدنجال مدور يكون حسن، غير على قبل الشكل وصافي. ها هو كيطيب مزيان، ما فيش قوه الزيت ما حتى شي حاجه. كنجيب واحد المول ديال الزاج هكا عادي، اول حاجه كندير لاصوص طوماط لتحت ماشي بزاف غير شويه،
باش الا ما الا درنا الدنجال هو الاول غادي يلصق. وكنبدا كنستف الدنجال نديرو بيدي حسن، كنغطي كاع هذاك الفراغ اللي عندي فوق لاصوص، وغادي نبقى مستمره ندير كوش ديال لاصوص طوماط الدنجال والفرماج. هذا الكراتان كيبغي صراحه الفرماج بزاف حيت هو اللي كيجي يرجعو بنين، وحتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي. ثم حنا دابا كملت بالدنجال، كندير واحد لاكوش ديال الفرماج. الناس اللي كيديروا الريجيم يقدروا يديروا نفس الكراتان ولكن يفوتوا هذه المرحله ديال الفرماج وسط الكراتان حتى الاخير، ويديروا شويه من الفوق باش يتكراتينا ليهم لو كراتان ديالهم وصافي. هنا نعاود ندير ثاني لاصوص طوماط، الدنجال عاود ثاني، وعاود ثاني شويه ديال الفرماج. هذه لاكوش الاخيره اللي عندي ديال الدنجال، كنزيد فوقها لاصوص طوماط. دابا غادي ندير الفرماج من الفوق وغادي ندخلو للفران يطيب على خاطر الفران يكون مسخن من قبل، ويبقى حتى ينشف لينا الكراتان من هذيك الماء ديال المطيشه، يطيب مزيان مزيان ويتحمر من الفوق، وغادي نخرجوه ونقدموه. هذه طريقه جديده باش ناكلو الدنجال، حيت حنا بزاف كناكلو صراحه غير زلوك ما كنديوهاش فيه بزاف. جربوا هذه الطريقه وضعوا عليا الخبر، غادي تعجبكم ان شاء الله. خليو لي كومونتير الى جربتوه وعجبتكم، ما تنساوش ابوني للشين، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. انا غادي ندخل دابا الفران ونضف الجوانب ديال الهول، وغادي نوريكم كما العاده لو ريزولتا في الاخير كيفاش كيجي. شكرا والى اللقاء.